بعد حوالي 7 شهور من الحرب الضارية هنا في قطاع غزة، استهداف لعائلة من العائلات وقصف للمكان لعائلة جودة. حوالي الساعة 12 مساء أو الساعة 11:50 دقيقة بالضبط، فعليا وصلت الإصابات إلى كل المستشفيات في رفح، وكان وصول الأم صابرين السكني إلى هنا. الأم كانت شهيدة وهي حامل في هذا الطفل الجميل، كانت حامل في 30 أسبوع حملي. وصلت الأم في حالة أنه مستشهدة وفاة محققة، تم الولادة بشكل عاجل للطفل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعملية قيصرية عاجلة للطفل، وفعلا نجحتنا بفضل الله بإخراج الطفل والطواقم من أطباء الأطفال وأطباء الولادة. خرج الطفل في وضع كان ما بين المتوسط والحرج، حاليا بعد تقديم الرعاية الطبية منذ الليل لحد الآن يعني خلال الساعات القليلة فاتة كان الأمر يتحسن تدريجيا. حاليا نقدر نقول أن الوضع مستقر على المتوسط، لكن الطفل تحت الرعاية الطبية حيمكث حوالي من 3 أسابيع إلى 4 أسابيع في الحضانة. ذنب هيك يصير فيهم عائلة كاملة إبادة عن السجل المدني، واللي نجي منهم جنين صغير، بنت أختها الصغيرة نفسها تسميها الروح، هي راحت ملاك ضل الروح، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. لو وقتيش نضلنا هيك يا الله بكفي، والله بكفي يا عالم، والله بكفي 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 بكفي، تعبنا.